الشعب لا ينتظر حواراً خدعة كما يسميه البعض، ولا حواراً جاداً كما يسميه البعض الآخر، ولا يهمه أن يسمع كلاماً قليلاً أو كثيراً بشأن الحوار، ولا يعطي للحوار أي قيمة في نفسه. هذا الشعب المغبون الذي يعاني من سياسة التهميش والعزل والتمييز والحرمان والاضطهاد لا ينتظر غير إصلاح يشهده على أرض الواقع، بعيد له اعتباره على أرض الواقع ويعترف برأيه وحقه ويقر له بسيادته، ولا يبقي بقية من ظلم أو اضطهاد ولا تهميش أو تمييز كيفي أو إقصاء كيدي أو تسيد قهري، ولا سجينا من سجناء الرأي السياسي، ولا خوف خائف من أن يعود إلى وطنه، ولا مظلوما لا يجد من ينتصف لظلمه، ولا رأيا سياسيا يضطر صاحبه الملاحقة الأمنية والقضائية الجائرة إلى كبته. هذا الإصلاح هو الذي حرك الشعب وطلبه من أول يوم في حراكه، وكل عمر حراكه، ولا زال ينشده ويصر عليه، وقد بذل ولا يزال يبذل الكثير والغالية من أجله. أعطى على طريقه من أمنه وراحته وماله ودمه، أعطى شهداء من رجال ونساء، أعطى ألوفا من السجناء، عاش ليالي وأياما طويلة في منازله وغرف النوم تحت رحمة السحب من الغازات الخانقة. وعلى الطريق نفسه هتكت حرمة المساجد والحسينيات والمنازل والأعراض، ومس الأسى والسوء والقلق والفزع والأذى والضرر مئات الألوف من المواطنين، وتشرد من تشرد وتعذب من تعذب، وارتفع عدد الجرحى والمعلولين، وفقئت العيون وشل من شل، وأزهقت أنفس بريئة في السجون وتحت وطأة التعذيب، وفصل من فصل من عمله ووظيفته ودراسته، ونالت العقوبات المعنوية الغليظة والاتهامات الظالمة العديد من الشخصيات بقصد تحطيم السمعة والقضاء على المعنوية وإسكات الصوت وإجهاض الدور، واستمرت محنة المعاناة والألم والجراحات لما يقرب من السنتين لحد الآن. وبشأن الحوار الذي دعت إليه السلطة في هذا الظرف الخاص، لا زالت تصريحات المسؤولين الرسميين تصر على أن الخلاف بين عدد من الجمعيات السياسية أو بين طائفتين، وأن موقعها الطبيعي في الصراع القائم أن تكون حكماً بين الطرفين، وهي ترى لنفسها العدالة والنزاهة والموضوعية الكافية التي يتطلبها هذا الموقع، ويساعد على ذلك مع كون الصراع بعيداً كل البعد عن منفعتها ومضرتها أن الطرفين يقفان منها في تصويرها موقفاً واحداً، موقف هذه الجمعيات وهذه الجمعيات، أن الطرفين يقفان منها موقفاً واحداً في كل ما تأخذ به سياستها، وأن لا ميل من هذه الجمعيات أو تلك على الإطلاق لدعم هذه السياسة. هذا يعني أن قوات تفت أمن تابعة لقسم من الجمعيات السياسية أو متسللة من الخارج هي التي تقمع المتظاهرين في شوارع البحرين، ووسيلة الشعب في الضغط لصالح التنفيذ لأي توصية يراها
تصب ووسيلة الشعب في الضغط لصالح التنفيذ لأي توصية يراها تنصب في مصلحة الوطن هي وسيلته في المطالبة بالإصلاح. ماذا عند الشعب من وسيلة الضغط؟ نفس الوسيلة التي ماذا التي يستعملها في المطالبة بالإصلاح، وهي مسيراته واعتصاماته واحتجاجاته السلمية، والتي يتلقى جزاءها قتلاً وجرحاً وسجناً وويلات وتعذيباً. فهل هذه هي الضمانة التي يقترحها الجانب الرسمي لتنفيذ وصايا الحوار وبعد الاحتياطات المتخذة لعدم خروجها على التوجه الرسمي وتجاوزها لمشتهياته وإملاءاته؟ هذه الوسيلة ممنوعة أيضاً، هذه الوسيلة ممنوعة، تقابل بالرصاص، برصاص الشوزن وبالغازات الخانقة، وهذه هي وسيلة الضمان. ومعنى ذلك استمرار الاستصامات واستمرار المسيرات. لا منظور للشعب غير الإصلاح الحقيقي، وضع العلاقة بين الشعب والحكومة في نصاب صحيح يتسم بالعدل ويقدر للشعب وزنه وكلمته في الشأن العام الذي ترتبط به مصالح دينه ودنياه وآخرته. ولا أقل من ضمانة دستور عقدي متوافق عليه بين طرفين، هما طرف الحكم وطرف الشعب، وكما لا ينيب عن الحكومة أحد فيما تريد إلا بإذنها، فكذلك لا يمكن أن يقرر عن الشعب فيما يريده إلا هو، ولا يمكن لأحد أن ينيب عنه رغما على أنفه. وكيف يغيب مغيب السجون ومغيب الخارج عن حوار هم من أولى أهل الأولوية بشأنه، هم أولى أهل الأولوية أو من أولى هم من أولى أهل الأولوية بشأنه ونتائجه. وأصدقي ومن أشفق أهل الشفقة على مصلحة الوطن، وأصدق أهل الصدق وحملة الراية في الدفاع عن حقوقه والمطالبة بحريته. وأما عن ترحيب دول كبرى والأمم المتحدة بالحوار، فهل جاء بعد معرفة تفاصيله ومدى قيمته والاطمئنان إلى كفاية نتائجه في تقديم حل عادل للأزمة السياسية الحادة في البحرين؟ أو جاء بخلفية حسن الظن في نية السلطة لسوابق مقنعة وتجارب دالة؟ أو لا خلفية لهذا الترحيب من شيء من ذلك، ولغرض يناسب سياسة وأنه لغرض يناسب سياسة تلك الدول والمؤسسات التابعة لها؟ هنا أكثر من تصور، ولكن المعتاد أن مصالح شعوبنا لا تمتلك أولوية في اهتمام الدول الكبرى ومؤسساتها، والأولوية دائما لمصالحها المادية المتنوعة. إذن لتخلو شوارعنا، مئات الألوف من أبناء هذا الشعب استفادوا من الميثاق وحتى من الدستور المختلف عليه، ومما عرفوه من المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، أن من حقهم أن يشاركوا في المسيرات والاعتصامات السياسية السلمية. ثم إن العاصمة جزء من هذا الوطن وهي عاصمة الجميع، ولا يصح حرمانهم من التعبير. هذا ما يفهمه الناس، ولا يصح حرمانهم من التعبير عن رأيهم السياسي وبالطريقة السلمية المسلمية المنضبطة الحضارية الراقية الشرعية على أرض العاصمة. فإذا كان الأمر كذلك، وكان مئات الألوف يفهمون هذا الفهم، فإذا كان الأمر كذلك وكان الجزاء للمشاركة في مسيرة مخطر عنها في العاصمة أو غيرها اقتياد المشاركين في صورة مهينة للتوقيف
لمدة 45 يوما، ويحتاج أمر المشاركة إلى التحقيق طوال هذه المدة، فإذا لتخلو الشوارع. فإذا كان الأمر كذلك وكان الجزاء المشاركة في مسيرة وكان الجزاء للمشاركة في مسيرة مقترنها في العاصمة وغيرها اقتياد المشاركين في صورة مهينة للتوقيف لمدة 45 يوما، ويحتاج أمر المشاركة إلى التحقيق طوال هذه المدة، فإذا لتخلو الشوارع ولتخلو البيوت في البحرين من مئات الألوف من مواطنيها لجرم المشاركة في المطالبة بالحقوق والإصلاح بالأسلوب الملتزم بالسلمية. حييتم أيها الأعزاء من علماء وقادة وشرفاء، من رجال ونساء وشباب وشابات ممن تغص بهم السجون من أبناء هذا الشعب الكريم. حييتم حييتم أيها الشباب الذين اقتيدوا للتوقيف والمحاكمات في مسيرة من مسيرة الجمعة الأخيرة في المنامة، التي لم تخرج لبطش أو إفساد وتخريب، وإنما لترفع صوت المطالبة بالعدل والإصلاح. حييت شيخنا الزاكي، فأنت وإخوانك من أهل العلم والفضيلة والصلاح والتقوى، ممن يحتاجهم الناس علما ودورا هادية وقدوات صالحة وبصيرة ووعيا وحبا في الخير وصونا وصوتا ناطقا بالحق. إنما مكانكم السجن في سياسة تعيش خللا في الموازين، وتسخر بقيمة الإنسان، وتستخف بأحكام الدين، ولا تعترف بحقوق المواطنة.